والرحمة الشيخ الدكتور أيمن خليل. فتى والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار، كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق. سؤال منها في علم المواريث، وسؤال عن شهر صفر، وسؤال آخر عن الخمر، وسؤال ورد إلينا من أخ كريم سائل بخصوص موضوع الخمر، تحدث عن نكاح المتعة. وسنعرض لهذه الأسئلة بمشيئة الله سبحانه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. بالصبر والصحة لدي سؤال دكتور. ربنا يحفظك ويكرمك. كان في وقفة يا دكتور، وقفة شرعي، وقفة شرعي مكتوب من 130 سنة. معلش الصوت، بس معلش الصوت يرتفع قليلا. كان هناك وقف شرعي مكتوب من 130 سنة. مسلوب؟ مكتوب، ايوه مكتوب. الجد الاكبر كان كاتبه لاولاده ولاولاد اولادهم واولاد اولادهم، جيل بعد جيل، نسل بعد نسل، لان تقوم الساعه. ولم نعلم عن هذا الوقف الا قريبا. فهل لنا حق فيه ام نطلبه؟ وجزاكم الله خيرا. جزاكم بمثل اخيكم. طيب، الأسئلة إن شاء الله نحاول نجاوب عنها اللي بتيجي سريعا عشان نتفرغ للأسئلة الأخرى. بالنسبة للوقف، كان الوقف نوعين. كان في وقف اسمه وقف على الخيرات، بيوقف ماله على جهة البر، وهناك الوقف على جهة بر معينة، أو الوقف على غير الخيرات، كأن يوقف على بنيه. كان بعض الناس أحيانا يخشى من بنيه إن هم يتصرفوا في التركة فيبددوها، فكان يوقف المال عليه. طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الإرث تنتقل به التركة، لكن هو من خشيته على أبنائه ومن خوفه عليهم كان يوقف المال عليهم. يبقى المال محبوس، لكن الغلة موجودة عندهم، ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا منها ويوسعوا على أنفسهم من غير أن يتصرفوا في أصل المال. لأن الوقف كما هو معلوم، أن الواقف يخرج المال من ملكه ويتقرب إلى ربه سبحانه بتمليك المال لله. فالأصل أن الوقف يكون لأعمال البر والخيرات، لأن الإنسان يتدارك ما فاته من تقصير في حياته بفعل صدقة جارية، وهي الوقف تدر وتغل عليه نفعا بعد موته. بقيام ثورة 1952 تم إعداد قوانين الإصلاح الزراعي، وكان من أهداف الثورة كما هو معلوم القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، والقضاء على الإقطاع والاحتكار إلى آخره. فتم تقييد الملكية بحيث أن الملكية لا تزيد بحال عن الأحوال عن 200 فدان للأسرة و100 فدان للفرد. تم تعديل ذلك لحد ما وصلت لمئة فدان وخمسين فدان، ثم 50 فدان بعد ذلك بقوانين متعاقبة. لما صدر قوانين الإصلاح الزراعي، كان منها القانون 178 لسنة 52، صدر بعده قانون الوقف اللي هو 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات. فكل وقف اللي بيسمى بالوقف الأهلي تم إلغاؤه، وكان يتم احتساب حصة الخيرات ويتم تجنبها ويتم تسليم الوقف إلى مستحقيه. طبعا كان بيتم ما يسمى بلجنة القسمة، وبعدها لجنة الاعتراضات على لجنة القسمة، وإذا حصل اعتراضات ده طبعا شغل خبراء ووزارة عدل بهيئات متخصصة في الدوائر الشرعية في محكمة القاهرة،
الأحكام بيتم بعد ذلك إن هم يروحوا محكمة استئناف القاهرة تقضي بينهم في شأن هذه القضايا والمنازعات. الكلام ده طبعا المفروض إن هو من سنة 52 بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات المفروض إن هو ماشي. ففي هذه الأيام بتحدث أمور، الناس يكتشف إن لهم حق في وقف لم يكونوا يعلموا عنه شيء، وبعض أناس آخرين الحقيقة بيتحينوا الفرص وبيستغلوا إن الناس ما عندهمش دراية بأمور التقاضي ولا بالقانون، فيقولوا ده أنت طلع لك وقف كبير ما شاء الله خير، يقول ده العتبة الخضرة طلعت بتاعتكم. العتبة ده مش بس كده، ده ميدان التحرير كمان، ميدان التحرير ونص الكورنيش. طيب ايه المطلوب؟ مطلوب بقى نعمل قضايا ونجيب مبلغ من كل واحد الى ايه الى اخره. فطبعا الامور اللي زي كده الحقيقة بتبقى امور الهدف منها سلب اموال الناس. فالنهاردة بنقول لاخواننا الكرام اي انسان له حق يطالب به، لكن شرطة ان يكون عنده المستندات المؤيدة. فبالتالي لو كان الامر ده، وطبعا انا ما اقدرش اجزم بالصحة من عدمه، لكن يغلب على ظني لو كان الأمر صحيح كان هيكون هذا الأمر أمرا معلوما، الأباء تبقى عرفاه وتبلغه للأبناء، خصوصا أن أمر الوقف ده مش أمر يسير، فإن شاء الله يتثبتهم يروحوا للجهات الحكومية المختصة، وإن كان لهم حق يرفع الأمر إليها وهي تؤدي إليهم حقهم، أو يتبعوا الإجراءات المطلوبة للحصول على حقهم، ويسألوا إن شاء الله في الجهات الحكومية المتخصصة، والله سبحانه أعلى وأعلم. إنما السؤال هو هل يطالب بالحق؟ لو ثبت أن له حق يطالب به ويأخذه ولا تثريب عليه في ذلك، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، بالنسبة لشهر صيام الربيع الأول، حضرتك الصحابة كان بيصوموا يعني 2 و5 بس، واليوم 12 يعني الصوم عايزة توضيح. والسؤال الثاني، بالنسبة لأنا دلوقتي صرت الطازة بتبدأ يعني، معلش الصوت مش واضح عندي بعد إذنك، أنا ساعات يعني ببقى قارية الصورة معلش الكنترول يرفع الصوت سواء أنا مش سامع، وجيت أبدأ أقول يعني أبدأها بالبسملة ولا أقرأ قبل ما تصحى المصحف؟ ممكن حضرتك بس تسمعي دقيقة واحدة بعد كده. بعد التسبيح حضرتك باليد اليمنى ولا اليسرى او الاثنين مع بعض ينفع يعني؟ بعد اذن حضرتك اسمعيني بس دقيقه واحده لو سمحتي. انت عايز سامعاني؟ انا ما سمعتش السؤال، عايز استوضح بس، فحضرتك مش مداني فرصه اتكلم خالص. طيب بالنسبه للسؤال، الاخت الكريمه بتسال عن صيام الثاني عشر من ربيع الاول، هل ثبت عن الصحابة؟ طبعا مقصد الأخت السائلة هل يعني صام الصحابة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب السؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك، أول سؤال بالنسبة لشهر ربيع الأول، يعني هل حد من الصحابة كان بيصوم يعني خلاص صام مولد النبي؟ دي فهمت السؤال ده، اللي بعده بقى ماشي. اللي بعده بالنسبة لسورة التوبة، أنا دلوقتي يعني هي مش بتبدأ بالبسملة، تمام ماشي. أنا دلوقتي لو قريت السورة اللي قبلها اللي هي الأنفال وخدت يعني شوية راحة شوية وكده رجعت لسورة التوبة ماشي، فأبدأها بالبسملة ولا زي المكتوب في المصحف يعني ما أقولش في البسملة؟ حاضر. طيب السؤال اللي بعد كده بالنسبة للتسبيح، يعني سبحان الله الحمد لله وكده يعني أصبح بالإذن اليوم ولا ينفع أصبح بالإذن برضه ولا الاثنين مع بعض؟ ماشي حضرتك معايا؟ حاضر. بإذن اليمنى ولا بالسبحة؟ حاضر حاضر. طيب بالنسبة أنا دلوقتي بصلي قيام الليل بس يعني مش بنقدر الساعة 12 مثلا، فلو حبيت أصلي التهجد ينفع يعني أصليها ولا لازم أكون نمت يعني وباكر أصحى أصليها؟ حاضر. بالنسبة لصوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فيعني هل صامه أحد من الصحابة؟ هكذا تسأل الأخت الكريم. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد،
أولا، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ هل هذا أمر مقطوع به؟ هذا الأمر أمر خلافي بين أهل العلم. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الثاني عشر من ربيع الأول يعني قول الغالب أنه ليس صحيح، والصحيح أن هذا اليوم الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم على وجه التحديد، وما نعرفه بالطريق الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، هذا ما يعرف. بل إن بعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رمضان، وذلك لأنه نبئ في رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر لما لقيه جبريل في الغار ونزل عليه قول الله عز وجل اقرأ. وعلى ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس الأربعين، أي أنه أتم الأربعين عاما، أي أنه ولد في مثل هذا الشهر قبل أربعين سنة. فمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم على وجه التحديد، الله سبحانه أعلم به. والصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من قرون الخيرية، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، ولم يرد عن الصحابة أنهم احتفلوا بيوم مولده، ولم يتخذ ذلك عيدا، ولا يعرف ذلك عن أحد من التابعين. وما ظهر ذلك في أمة الإسلام إلا في زمن الدولة العبيدية الشيعة الرافضية الاثنى عشرية، فهي التي عظمت القبور والأضرحة وعظمت الموالد وأحيتها، وهذا كله لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم وهو الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وإنما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ومن ثم فتخصيص هذا اليوم بالصوم يحتاج منا إلى دليل، إلا أن يكون الإنسان يصوم يوم تطوع، أو أن يكون من عادته أنه يسرد الصوم، لكن أن يخصصه بزعم أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى أن ذلك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن الاحتفال بأعياد الميلاد ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولما أراد الصحابة أن يؤرخوا، نتم إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين، ما هو الحلال والحرام بين الرجل والمرأة قبل الخطوبة وبعد الخطوبة؟ مثلا هل يجوز أن يكلم الرجل المرأة في وقت متأخر على الهاتف، أو يخرج معها إلى مكان عام قبل الخطوبة وبعد الخطوبة؟ ماشي، حاضر. حاجة تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما أرادوا الصحابة أن يؤرخوا ما جعلوا التأريخ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مبعثه، وما جعلوا التأريخ الإسلامي من وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوا التأريخ من هجرته، من تاريخ قيام الدولة الإسلامية لما صار للمسلمين دولة وصار لهم شوكة ومنعة، وتمايزت الدولة الإسلامية عن غيرها من دول الأرض، فبدأ التأريخ بالهجرة، ولم يؤرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معروفا أيضا
عند العرب، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسورة التوبة فلا يبدأ فيها بالبسملة، والأخت الكريمة لو قرأت من سورة الأنفال ووصلت القراءة حتى سورة التوبة فإنها لا تقرأ بالبسملة، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قطعت القراءة وأرادت أن تعيد القراءة في أي سورة فإنها لا تفتتح بالبسملة، فإن البسملة لا تكون إلا في أوائل الصور عدا سورة التوبة، وإنما إذا أرادت أن تقرأ فإنها تمتثل بأمر الله عز وجل وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ ولكن لا تقرأ بالبسملة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للتسبيح فإن الإنسان يعقد التسبيح على أنامله فإنهن مستنطقات، والتسبيح يستحب أن يكون باليد اليمنى، وأما التسبيح بالسبحة ففيه خلاف مشهور بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رآه أمرا مبتدعا وأنكر عليه وألف في ذلك المؤلفات، ومنهم من قال بجوازه مستندين إلى فعل إحدى أمهات المؤمنين أنها كانت تجمع الحصى وتنقله إلى جهة أخرى تسبح به ربها سبحانه وتعالى، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجهها إلى ذكر أفضل من صنيعها بأن علمها كلمات تحوز فضل ما فعلته، لأن الذكر أمر توقفي والدعاء أمر توقفي، نتعبد الله عز وجل بما رضاه لنفسه وبما ارتضاه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك. الله يحفظك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، عندي سؤال حول مسألة التاريخ وما ذكرته. مسألة التاريخ، من الذي اجتهد وجعل التاريخ ليس من نفس وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، قرأت في باب في كتاب صحيح مسلم الباب الحيض القدر المستحب، انه يقول حدثني عن ابي سلمى عن ابي سلمى بن عبد الرحمن قالت دخلت على عائشه انا واخوها من ايوه يا اخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. الشيخ معايا؟ مع حضرتك، اتفضل. دلوقتي بنك التعمير عرض قطع أرض للبيع، بندفع عليها مقدم 10,000 جنيه، وبعدين بيتم قرعة على الأراضي، لو طلعت نصيبك بتدفع سعر الأرض على 4 دفعات متساوية، لكن في العقد شرط إن هو في حالة لو حصل تأخير على أي دفعة بيبقى فيه غرامة مالية. هل الصورة دي فيها ربا او نيع صحيحه ولا ايه الوضع؟ هو حضرتك عامل غرامه ماليه، يعني البند بتاعها بيقول ايه تحديدا؟ هو بيقول ان هو لو اتاخرت عن السداد في الموعد المحدد لسداد القسط هيكون في غرامه ماليه. ما حددهاش ولا حاجه يعني؟ انا بصراحه مش فاكر قوي لان قصه الشروط مش معايا ده حاليا. طيب حاضر. تمام، بس هو يعني مسألة ان انا ادفع مقدم وان انا الارض دي وانا مش عارف، يعني هل الصورة دي بالشكل ده فيها شبهة ربا ولا دي الوضع؟ حاضر بإذن الله، حاضر هبين لك ان شاء الله دلوقتي. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح ختم القرآن الكريم بدون ترتيب؟ يعني فمثلا أبدأ بالجزء مثلا على الرابع مثلا عن الأول، أو أبدأ بسورة آل عمران عن سورة البقرة؟ شكرا لها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل سؤالك يا اخي. شيخ انا عندي شراء نصفي ف بتوضى بالشراب كده بحط رجلي على الميطه وامسح رجلي كده بالشراب. فواحد عندنا عمال يزعق ما يقول لي كده ما يجوز صلاتك وعندي عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. عندنا واحدة بتربي في ايتام فلما جازها مات بعدها بسنة كده راحت جابت محامي جريها فورا كده عند الحكومة ان جازها غنية في العراق والكلام دي ده وقبلت 14000 جنيه. فابنها طبعا جه من مصر ابنها كبير كده جه من مصر ليها افضل فلوس وفرحانة بقول لها الفلوس دي جبتها منها؟ قالت انا جرات محامي ان احنا ابوك كان في العراق ومات والكلام دي ده هو ما ماتش ولا حاجه فمات هنا عندنا في فهو هرب 14000 فالواد الان بيقول لك الفلوس دي حرام ولا حلال مش عارف طريقها بالظبط. حاضر. اولا ربنا يشفيك ويعافيك ويعفو عنك وابين لك الاجابه ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ الله. اتفضل. انا كنت كان حدث معايا موضوع في البيت معايا عند اهلي يعني في مصر واضطريت ان انا يعني عشان اكذب على اضطريت ان انا اكذب على ابويا يعني واقسمت بالله فصمت 3 ايام. فيعني انا عايز اعرف هل هالثلاث ايام دول خلاص هم كفاره عن اليمين ولا ايه؟ هو اولا انت بره مقيم بره؟ نعم. طيب يبقى تصوم 3 ايام ليه؟ ده اللي غير قادر هو اللي بيصوم 3 ايام. تمام. نعم. دي اول حاجه. تاني حاجه اليمين كان في حقوق؟ لا يا سيدي هو يعني حدث موضوع فابويا اقسم عليا اني انا اقول له مين اللي حكى لي القصه يعني. فانا اضطريت ان انا اخبي عليه عشان ما تصيرش مشاكل وكده يعني. طيب حاضر ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الو. اي اتفضل. الو عم الشيخ. تفضل. عم الشيخ. مع حضرتك تفضل. انا معي بنت متغيبه لنا فتره عاوز الايات القرانيه اللي هي ترجعها انا اقرا في الايات القرانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم لماذا تغلق الخط قبل قليل؟ اتصلت عليك وأغلقت. والله يا أخي أنا ما أغلقت خط أنا بكتب قدام حضرتك أهو. الخط اللي معايا ولا أنا أغلقت حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال اللي هو قيام الليل الأخت اللي بتصلي قيام الليل وبتقول بتوتر هل ينفع بعد كده تصلي التهجد وهي بتكون أوترت؟ هو كل هذه الصلاة اللي تصلى قبل الساعة 12 وتصلى قبل الفجر دي كلها قيام الليل، واللي بيكون بعد النوم إنسان ينام ويصحى بيسمى تهجد وهو أيضا من قيام الليل. طب الإنسان أوتر ونام ومن الله عز وجل عليه واستيقظ قبل الفجر وأراد أن يصليها فماذا يفعل؟ هل بقى يشفع الوتر بتاعه ويصلي ركعة بعد ما كان صلى 3 ركعات وبعدين يصلي وبعدين يوتر؟ لا، إنما يصلي مثنى مثنى، طبعا صلاة الليل مثنى مثنى، فبالتالي بيصلي ركعتين أكثر زي ما ربنا ييسر إن شاء الله ولا يوتر مرة أخرى لأنه قد أوتر. وعندنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه طارق كما في سنن أبي داود ذهب إلى ابنه يزوره فصلى بهم صلاة قيام الليل متأخرا، وعندما حان وقت أن يوتر صلاة الوتر قال يتقدم أحدكم فليصلي بكم فإني قد صليت وأوترت. صلى وأوتر ولم يشفع ولم يوتر بهم وإنما تقدم أحدهم ليصلي بهم والله سبحانه أعلى وأعلم. ما فيش بأس خالص أن الإنسان يصلي في آخر الليل بعدما صلى في أوله ولكن لا يوتر مرة أخرى والله أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي كان الأخ الكريم اللي السؤال انقطع، فالحقيقة السؤال اللي كان بيسأل مين اللي كان اجتهد في مسألة التأريخ؟ كان الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه.
صحابة جاء خطاب من أبي موسى الأشعري إلى أبي موسى الأشعري من عمر، فقال يأتينا منك الخطاب لا ندري تاريخه، ويأتي خطاب بعده فلا ندري السابق من اللاحق، فهلا أرخنا. في رواية أخرى إن رفع صك إلى عمر رضي الله عنهم، فوجد أنه حرر في شهر شعبان، فقال أي شعبان، اللاحق أم الماضي أم السابق أم الحاضر؟ فبدأوا يبحثون عن التأريخ، وكان بعض الناس يقترح أن يؤرخ بالملوك كما يحدث في بلاد الفرس، ورفضوا ذلك، وهذا أمر يطول، السنة الأولى من خلافة فلان، السنة الثانية من خلافة فلان، الثالثة الخامسة مات، يبقى نيجي الخليفة اللي بعده، السنة الأولى العشرة الحداشر الاثناشر مات، يبقى يجي الخليفة اللي بعد منه، وهذا أمر يطول ولا ينتهي. فهدى الله الصحابة رضي الله عنهم إلى التأريخ الإسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال التالي، وهو عن قطعة الأرض اللي بتشترى من بنك الإسكان والتعمير، الأخ بيقول بندفع 10,000 جنيه مقدم ويسدد الثمن على 4 أقساط، فبيوضع في العقد شرط بأن في حالة التأخير بتفرض غرامة تأخيرية بيحدد مقدارها بواقع كذا، فالأخ بيسأل حكم المعاملة ديت، وهل هذا الشرط شرط ربوي؟ احنا بنقول ان اي تأخير يحدث في العقد وينتج عنه زيادة في الثمن فهذا من الربا المحرم، ان يكون الاجل لقاؤه مال. طيب هذا العقد هل يبطل؟ اقول لا يبطل، وانما الشرط الذي يبطل. لكن النهاردة في امر اخر، وهو ان هذه الشركة لها التزامات ولها متطلبات، وانت انسان دخلت في هذه المعاملة، فمن كثرة ما تتعرض للتأخيرات بتفرض غرامة تهديدية اللي هي الغرامة التأخيرية. طبعا احنا بنقول ان هذا الشرط شرط ربوي، ان الاجل يكون لقاؤه هذا، افسخ العقد وخذ الارض منه، وفعل امر فسخ العقد على طول، لمجرد ان يتأخر يفسخ العقد، يسترد الاموال بتاعته، يخصم منها المصروفات الادارية، وياخد بقية ماله، واطرح الارض مرة اخرى ويشتريها انسان اخر. انما يبقى الارض متأخرة سنة وما يعملوش اي اجراء، وبعد يقول لك ده انت عليك فوائد تأخيرية وكلام زي كده، فوقعوا في الربا. افسخ العقد بتاعك نتيجة التأخير وبيع الارض مرة اخرى، لو حصلت مع واحد مش هتلاقي جنيه بعد كده يتأخر في هذه الاراضي، لكن الشرط شرط ربوي، ورغم ذلك لا يفسد العقد، لكن تأثم ان تعاقدت وانت تعلم من نفسك انك ستتأخر. لو تعرف ان ظروفك المالية لا تناسب انك تشتري قطعة الارض هذه، فلا تتعامل في مثل هذه المعاملات، لانك ستقع في معاملة ربوية محرمة، زي معاملة التليفون وزي فاتورة الكهرباء والمياه، هتأخر هتدفع فوائد تأخيرية، يبقى وقعت في الوزر. فدايما تجتهد انك تتلافى هذا الشرط، ان تلافيته فالبيع صحيح مع فساد الشرط، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو، السلام عليكم. انا اسمي مش مهم الاسم، مش مهم الاسم، اتفضلي السؤال حضرتك. باهي، انا بنسألك لو الانسان تمنى، انا تمنيت، يعني انا حسبت انسان وخايفه انه يموت بعدها، يعني انا خايفه اني سبته، مش تمنيت انه يموت، بعدين قلت هي مرات ابصر، يعني مرات تو يموت، بعدين قلت مالي انا ما عشت عليه تبصر شو يصير، لمشي ماشي، هل انا سوف اخلد في النار؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. الو، اتفضل. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا مغترب، ولادي في اكتوبر يعني، تمام؟ الو، اتفضل، سامعك، اتفضل. فكان في مشكله في البيت مع الاولاد هناك، فحلفت عليه قلت له عليه الصلاه لو ما شلت الرصيفر وقطعت السلك هتبقى طالب، تمام؟ فهي شالت الرصيفر بس ما قطعتش السلك يعني، فمش عارف هل يرفع الطلاق، بس كنت يعني انا فعلا غضبان جدا يعني في الوقت ده. حاضر، عبر التليفون يعني. حاضر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. سؤال كتاب الصف حضرتك دكتور على موضوع بيع الكروت دين. بيع كروت, بيع كروت الشحن. بيع كروت الشحن بسعر دين, يعني هل ده يدخل في المعاملات الربوية؟ لا يدخل في المعاملات الربويه لانها سلعه من السلع, زي ما بتباع اي حاجه بتبيع بالاجل. اللي ما ينفعش يتباع بالاجل الذهب والفضه. تمام, ينفع تباع بالاجل؟ بتقول ايه حضرتك؟ ينفع تباع اجل؟ اي ينفع يا اخي, ان شاء الله هبين لك ان شاء الله دلوقتي. ماشي, ماشي, شكرا, جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ محمد. التلفزيون بس وطيه بعد اذنك عشان اسمع حضرتك. الو, وطي التلفزيون عشان اسمع حضرتك. ايوه, ممكن اسال سؤال يا شيخ؟ اتفضل. ايوه, يا شيخ ما اتفضل اسال حضرتك. اتفضل. عندي المدام كده بيجي لها تخوفات وهي نايمه كده وحاجات, وبتحلم احلام مخيفه كده. بس بالنسبة للسؤال الأخ اللي بيسأل إنه عنده شلل نصفي, أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما, وربنا يجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناته ويغفر له به, اللهم أمين. وبيقول إنه بيتوضأ بيمسح على الشرب, ففي أخ بيقول له لا ما ينفعش المسح على الشراب. المسح على الشراب اللي هو المسح على الجورب ثابت عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وكثير من أهل العلم قال بجوازه. بس الأخ إن شاء الله الشراب إن شاء الله الصبح حد يساعده أنه يتوضأ يغسل قدمه ثم يلبس الشراب ويفضل يمسح على الشراب لحد صلاة العشاء. يبقى اتوضى بس مرة واحدة بغسل رجله لصلاة الصبح, بعد كده الظهر العصر المغرب العشاء يمسح على الشراب ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. لكن للخروج من الخلاف يتجنب الشرابات الخفيفة, حاول يبقى الشراب بس ساتر لرجلي عشان نخرج من الخلاف ولا تثريب عليه في ذلك, يمسح عليه إن شاء الله ولا شيء عليه. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه وأن يعفو عنا وعنه. بالنسبة للأخ الكريم نفسه بيسأل عن امرأة ويقول إن عندها أيتام وإنها ادعت أن زوجها قد مات بالعراق وحصلت على مبلغ 14,000 جنيه كتعويض. الحقيقة هذا الأمر أمر غير جائز, وأموال الدولة هي الأموال المملوكة للناس جميعا, ينبغي أن يعلم أنها أموال محرمة وينبغي ألا نستهين بحرمتهم. يعني الحقيقة أتمنى أن المال العام تعلم حرمته. يعني على سبيل المثال لو أنا موظف وأردت أن أنا أكتب رقم تليفون, أكتب بيان, أكتب أي حاجة, وعندي ورقة زي دي, ورقة الـA4 ديت اللي هي بتتحط في الطبعة أو بتتحط في ماكينة التصوير, ما خداش عشان أكتب فيها رقم, ورقة صغيرة, ورقة نتيجة قصاصة استغني بها, ورقة تصوير باظة تكتب على ظهرها. لكن أخذ ورقة زي دي وأسحبها واكتب فيه وبدون أي منفعة تعود عليها, ما ينفعش. الورقة دي لو عرفت قيمة هذه الورقة وعرفت أن أنا أسأل عنها بين يدي الله عز وجل, يبقى لابد أن أنا مش هرطع في المال العام. كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. والحقيقة إن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه أذكر مواقفه, حقيقة له مواقف في منتهى الروعة ومنتهى الورع. لما أرسل إليه محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وليه على مصر يطلب منه قراطيسا ويطلب منه شموعا. القراطيس دي اللي هي الأوراق اللي هيكتب فيها, والشموع أساس هو ماشي بالليل بس يبقى شايف طريقه ورايح وجاي. فكتب إليه: وأما عن طلبك الشموع فقد أبصرتك وأنت تسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلم الليل وأنت يومها خير منك الآن.
يعني أنا شفتك وأنت بتطلب العلم وكنت تسير في الظلمات وفي جوف الليل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة إلى غير ذلك، وتنتظر الفجر وتحضر مجالس العلم، ولم يكن بين يديك سراج ولا تضاء لك نار ولا توقد شموع، وأنت خير منها خير منك الآن. يعني كان حالك هذا أفضل من أنك توقد لك الشموع لتسير على ضوئها في الطرقات وتكبد الخزانة أموالا. وأما عن طلبك القراطيس اللي هو الورق، فأوجز فكرتك، خلي أفكارك حاضرة كده ومرتبة وموجزة، مش اللي تقوله تعيده واللي تعيده تزيده، يبقى ما تاخدش إيه وقت كتير وكلام كثير. فدقق فكرتك، أوجز فكرتك ودقق قلمك، يعني إبر القلم وخلي سنه رفيع، ونمق خطك واكتب بخط صغير كده مهذب، وإياك أن تزد على شبر. مفيش ورقة تكتبها كده تزيد عن شبر حاجة صغيرة كده، تكتب ليش ورقة 2 متر تهدر بها أموال الدولة. سبحان الله، يعلمه أنه يحافظ على الورقة التي يكتب فيها. طب إذا احنا النهاردة تربينا على ذلك وعلمنا حرمة المال العام بالورقة اللي بنمسكها بين أيدينا، بحنفية المية اللي بفتحها على آخرها، أنا مش محتاج المية ديت، إلا سيبها تنزل مية في قلب الأرض، وإحنا عندنا أزمة مياه في مصر بأكملها بل وفي العالم، أو ما أهدر الماء على هذا النحو بمصباح الكهرباء اللي أنا أسيبه مولع ويفضل شغال ومحدش محتاج ومحدش موجود في المكتب. طب الكلام ده كله لمن؟ ما هو في الآخر مين اللي بيدفع تمن ده؟ ما هو جموع الناس هي التي تدفع، والخزينة دي اسمها الخزانة العامة، ملك للناس بأسرهم. يبقى نزداد فقرا وتزداد الديون والأموال تهدر، ومن يجني الثمر وراء ذلك؟ فكيف إذا كان ده يجي من ورقة ويجي من شوية مية بتقع؟ طب ما هو المية عندك وعندي وعندي، هتعمل أطنان، هتعمل ألاف الأمطار من المياه. فتخيل حضرتك بقى بأنه كل واحد يستحل المال العام ويحاول يشوف بنود يعمل منها بدلات ويطلع بأسباب للرزق غير الحلال، ويحتال على شرع الله عز وجل أولا ثم على القوانين المعمول بها، ويحاول أنه هو يستفيد من وراء ذلك، وحضور لجان وبدل تمثيل وبدل سفر وإلى آخره. المرأة كهذه زوجها مات عليه رحمة الله، تقوم تزعم أنه مات بالعراق عشان تاخد إيه تعويضات. بل سمعت عن أناس لم يكونوا من مصابي الثورة ولم يكونوا ممن ماتوا في الثورة، وإذا بالبعض يزعم أنه قد أصيب بها، والبعض يقول فلان مات في كذا إلى آخره. والحقيقة هذا كله سحت، والعياذ بالله يأكله سحتا ويكون وبالا عليه يوم يلقى ربه سبحانه. فهذا المال لا يحل لهذه المرأة، وإذا خافت على بنيها الضيعة فإن المولى سبحانه يبين لنا سبيل النجاة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا. يبقى هذا هو سبيل النجاة لمن أراد النجاة لأبنائه، أن يتقي الله عز وجل ولا يطعمهم إلا من الحلال الطيب، أن يتقي الله عز وجل في قوله وفي فعله. لكن أنا النهاردة أريد أن أربي الأيتام من مال حرام، فكيف يبارك فيهم وكيف يحفظوا؟ فالحقيقة أنصح الأخت الفاضلة التي فعلت هذا الأمر وهي لا تعلم بحرمته، أنصحها بأن ترد هذا المال بأية وسيلة إلى الدولة. لو اتفتح باب تبرع، حتى لو تروح تحطه في الخزانة العامة في وزارة المالية وتنأى بنفسها عن أي شبهات، فكيف بالحرام الصريح؟ أسأل الله أن يكفيها بفضل بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياها بفضله عمن سواه، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الذي حلف كاذبا بالله، سألته هل هذا الحلف على حق؟
لأن الحلف لو كان على حق لإنسان فهو يمين غموس يغمس صاحبه في النار ولا كفارة له. لكن هو قال إنه حلف كي لا تكون هناك مفسدة. وأقولها وأكررها، إذا كان الكذب ينجي فالصدق أولى، الصدق منجاه، والكذب والإيمان لا يجتمعان، الكذب والإيمان لا يجتمعان. وأبو سفيان بن حرب كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان في بلاط هرقل الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن يعهد علي كذبا لكذبت عليه. أبو سفيان بن حرب في شركه وكفره وصده عن سبيل الله وعدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك لم يستحل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول عليه قولا غير صحيح. ولذا فالإيمان والكذب لا يجتمعان، ولذا ينبغي أن نحذر الكذب فعاقبته وخيمة وهو منقصة للإيمان. ولكن أما وقد وقع فعلى الأخ الكريم أن يكفر عن يمينه، والتكفير عن اليمين لا يكون بصوم 3 أيام وإنما يكون بإطعام 10 مساكين كما قال ربنا عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وعندنا الرقاب غير موجودة، ومن ثم فإن الأمر ينحصر في هذين، ولك أن تتخير منهما ما تشاء، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسوهم. والبديل يكون لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة فيكون بصوم 3 أيام. لكن يكون إنسان قادر وعنده الإطعام وينتقل إلى البدل وهو إطعام وهو صوم 3 أيام فلا يكون قد كفر عن يمينه، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، تفضل. أنا صراحة فضلت الشيخ من استشارة بس عن زوجتي. اللي يا ريت يا أخي الحبيب بعد إذنك، بعد إذنك سمعني؟ أيوة طبعا. ما فيش داعي تكمل السؤال، يعني طالما عن زوجتك ما تكملش، إنما نقول إيه، رجل امرأته فعلت كذا ما باله أقوام. أيوة. فالله يكرمك، طالما عن هذه المرأة اصبر عليها. أيوة. والمولى سبحانه يغير حالها إلى أحسن حال. فيعني أرجو منك أنك تمسك عن السؤال لو تكرمت يعني. السؤال زوجتي عند أهلنا، أنا من بغرب. أنت مصمم برضه؟ زوجتي قفلة تليفونها كان في مشاكل بينها وبين والدتي وهي قاعدة عند. طيب بس أنت حضرتك في مسألة فيها طلاق أو حاجة؟ أيوه. طيب أنا بكل على اليمين أنا. يعني أنت قلت لها أنت طالق؟ قلت لوالدتها وكانت فاتحة التليفون يعني التليفون في التليفون وكانت قاعدة جنبها لأن يبقى لها فترة قافلة تليفونها وفي مشاكل وأنا مش خلاص. أنت تلفظت بلفظ الطلاق، قلت لها يا بنتك طالق مش كده؟ قلت لها بنتك طالق طالق طالق. طيب إيه المطلوب بقى؟ السؤال المطلوب إيه؟ السؤال المطلوب هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ يعني حضرتك قلت لها بنتك طالق؟ طالق. طيب امال حضرتك لو الطلاق ده لم يقع امال الطلاق امتى يقع؟ انت معايا يا اخي الحبيب؟ ما انا بسال حضرتك. يعني حضرتك النهارده اذا كان الواحد لما يقول عن مراته انها طالق ويقول لحماته بنتك طالق ولا يقع الطلاق، امال يبقى ما فيش طلاق في الاسلام بقى؟ معايا حضرتك؟ ايوه معاك. فمعلش الله يكرمك، يعني نوصيك بها خيرا. والمراه مخلوق ضعيف وإنسان عاجز وحيلته قليلة، يعني شوف قافلة التليفون وعند والدتها وكلام زي كده، فمعلش نوصيك بها خيرا. وخلي حد من أهلك إن شاء الله ممن يحسنون الكلام ويصدقون في القول يذهبون إليها لاسترضائها، وأسأل الله أن يصلح ذات بينكم. طبعا الكلام ده ما لم تكن قد طلقت قبل ذلك مرتين يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ممكن توطي التلفزيون بعد اذن حضرتك؟ وقت يا شيخ والله. طيب حاضر، اتفضل.
اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعمل بالتجاره ولي شريك كفيل وليس ايه؟ اقوم بعمل وجود زياده عنه واقوم باداره العمل. فهل لي ان اخذ من الاجر من الربح؟ شريكك يعرف ولا ما يعرفش؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال؟ اتفضل. انا جوزي كان في ناس انا واحد صاحبه قال له على العربيه هيشتروها لواحد صاحبه تاني يعني يشتروها له في ما هي في مزاد وهيشتروها له وتعول الفلوس وبعد فتره هياخدوا مبلغ. فانا قلت له ده كده تالي. انا سمعت كتير من يعني من الشيخ سلوسي ان هي هربه كده. فقلت له فهجي كلمه تاني دوك اقنعه. قال له ايه؟ انا هشتريها تبقى باسمنا عشان انت معكش بطاقه ضريبيه هعملها تبقى باسمنا. وجوزي هو اللي يعتبر اللي يعني يعتبر هو فلوسه اكتر فيها. هعملها باسمنا وبعد 20 يوم هديك فلوسك تاني يعني بالفلوس اللي هي زياده. فكده عايز اعرف الفلوس دي فيها ربا؟ حضرتك ان هو يشتري العربيه ويبيعها للراجل وياخد زياده دي ما ينفعش. يعني ايه؟ ما ينفعش. الصورة اللي بتقول عليها دي لا تجوز. اللي صاحبه لما قلت له ربا فقال لي صاحبه هيشتريها عشان معيش بطاقة ضريبية. صاحبه هيشتريها باسم هيكتبها باسمه هو. حضرتك هو يشتري العربية عايزها يبقى حقه يشتريها فيش فيها مشكلة خالص. لكن هيشتريها الواحد مش قادر يشتريها علشان خاطر يبيعها له وياخد عليه زيادة في الأجل ده ما ينفعش. طب يعني لما صاحبه حتى يكتبها باسم الأخرى برضه ما ينفعش؟ ما حضرتك العبرة مش هو العبرة مين اللي هيدفع الفلوس؟ اللي هيدفع يعني هو هياخد من جوزها انا اعتبرت 30,000 ومن صاحبه 10,000 هيدفع. جميل. وبعد كده حضرتك هيعملوا ايه؟ قال له هديك 5,000 على دول بعد 20 يوم. يديله 5,000 ازاي هو بيرابي؟ فانا قلت لهم ده هي كده ريبه واضحه ريبه. فجه قال كلمه تاني قلت له مش هخش فيها اقول له كلمه كده. جه كلمه ما ينفعش. قال له خلاص هشتريها تبقى باسمنا. قال له باسم هو عشان انا ما انت معكش بطاقه ضريبيه. العبره مش باسم مين. العبره انه هيدفع 30,000 جنيه هياخدهم بعد 20 يوم 35,000. مش كده؟ مقابل ايه؟ هو على سنه بقول انا كده انا هبقى شاري بس انا مش كاتبه باسمي عشان ما معيش بطاقه ضريبيه. صح ولا هيكتبها باسمه؟ يا حاجه حضرتك مالناش دعوه العربيه باسم مين؟ العربيه ما يعنيناش باسم مين خالص. انا بكلم حضرتك ال 30,000 بقوا 35,000 ازاي؟ بقول عشان اصل الراجل يعني هو كان في الاصل الراجل محتاجها فايه؟ فمش معادش فلوسها هتتباع في مزاد عنده. فكان عايزينه فلوس الاول يدفعها له ويديهم الفلوس كده بعد فتره ويحجزوا العربيه عنده. فانا قلت له زريبه قلت له مش عايزينه. فجه قال ده هي كلم صاحبه تاني فقال له لا حاجه معهوش فلوس وعايزين يفرجوا عنه يقرضوه قرض حسن ان كان اهل للثقه. طيب ما تطولش على حضرتك اقفلي وانا اكلم عشان ما تطولش على حضرتك. الاخ الكريم اللي بيسال عن بنته مش موجوده وبيسال عن الايات اللي ترجعها. يعني الحقيقه انا اعجب من امر يعني ان في ناس معتقده ان في القران ايات يعني مثلا زي سوره ياسين واحد اتاخد منه حاجه يقول لك اقراها على اللي سرقها منك تحرقه مش عارف كذا يقول لك ده انا هقرا عليه عديه ياسين. من قال هذا الكلام؟ يعني الكلام ده جه منين هذا الكلام؟ الحقيقه لا اعلم. الامر الثاني ايات اللي ترجع الغائب دي فين الكلام ده؟ جابوه منين هذا الكلام؟ سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام ما فعلش ذلك ليه؟ لما يوسف اخذ من حضن ابيه وظل السنين الطوال بمصر وبكى حتى ابيضت عينه من الحزن. فالحقيقه احنا اللي نملكه الدعاء. يعني نسال الله ان يردها اليه ردا كريما جميلا وان يحفظها من كل مكروه وسوء اللهم امين. لكن الايات ليس هناك ايات لهذا الغرض والله سبحانه اعلى واعلم. الاخت الكريمه اللي بتسال انها حسدت انسان وتمنت ان يموت فتقول ان هي ستخلد في النار بذلك ام لا وتخشى ان يموت. اما خشيتها عليه الموت فلا صحه لذلك. فان رب العزه سبحانه يقول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فالاجل هذا مكتوب ومقدور قبل خلق السماوات والارض. فهذا امر لا ننشغل به كثيرا. وأما الأمر الثاني اللي هو الحسد هل يسبب ضررا للإنسان؟ نعم.
هناك العين وهناك الحسد. وفي ناس زي بيقولوا يعني يقول لك ده عينه تفلق الحجر. يعني الحقيقة أمر العين كان سهل بن حنيف رضي الله عنه لما كان يتوضأ وكان أبيض البشرة، فمر به أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فنظر إليه ويتوضأ فقال ما رأيت جلدا يعني حسنا ولا جلد عذراء مخبأ، يعني ما شاء الله إيه الجلد الأبيض الجميل ده. فلبط في مكانه، وهذا لم يكن حسدا وإنما كانت عينا وبغير قصد منه. فلبط أي وقع لا يتحرك في مكانه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في سهل بن حنيف ما له؟ كان من أمره كذا وكذا. فأمر العائن، العائن اللي هو الذي نظر بعينه إليه، أن يتوضأ وصب عليه من وضوئه وإلى آخره، إلى آخر ما ورد بهذا الحديث. فهذا هو العلاج. الإنسان إذا أصاب يعني إنسان عن غير قصد لا تثريب أبدا، يتوضأ ويعطيه من فضل وضوئه. لكن لا ينبغي أن يسيء بعضنا الظن ببعض، كل ما إنسان ماشي رجله تلوت أضفلان اللي بصيلي ممكن تتوضأ لو سمحت وتجيب لي شوية مية، يبقى تحدث الشحناء بين الناس. الراجل نازل مراته تقول له انت متشيك كده ورايح على فين، يقول لها مشوار. فين مشوار؟ ينزل ياخد السلم كله يطلع يقول لها كده توضي وهاتلي مي. يبقى كده تحدث الشحناء والبغضاء بين الناس. ينبغي ان احنا نحسن الظن ونعلم ان المولى سبحانه كما قال ان كل شيء خلقناه بقدر. فالانسان لو وقع منه شيء ووجد أنه ربما أصاب إنسان، يعني مثلا طفل صغير ما شاء الله خدوده كده جميلة حلوة، واحد صديق أبوه مسكها يا ابن الخدود الجميلة المنظلظة دي، الوقت طول الليل يصرخ. فالحقيقة الأمور بتقع فعلا، إنسان يشوف مال لإنسان ولا يبارك، يشوف يا شوف العربية راجل في أول عمود كده بالظبط وتلاقي العربية اتقسمت فيه، مطب حفرة تطلع ما كانتش موجود لا نزل فيه. فطبعا هذه الأمور لما يرى شيء كهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. ولأن الحسد مذموم ويدل على نقص إيمان الإنسان، لأن الأرزاق مقسومة. فينبغي للإنسان يعلم ذلك، أنه لن يحصل من الدنيا إلا ما قسمه الله له، وأنه ينبغي أن يرضى بما أعطاه المولى ولا يتسخط عطاء ربه سبحانه. وإذا وجد أخاه في نعمة فعليه أن يطلب من الله أن يديم عليه نعمه الظاهرة والباطنة، وإذا وجد أخاه فيما يكره ينبغي أن يدعو له بظهر الغيب أن يفرج الله كربه. لكن الإنسان نفسه تتمنى زوال النعمة من أخيه، بل يتمنى زوال أخيه أنه يموت، فهذا كله أمور مذمومة لا ينبغي أن توجد في المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يخلو من شائبة الحسد والحقد والكراهية. وأما عن قول الأخت هل تخلد في النار، فالحقيقة أعجب من هذا السؤال، لأنه يعني معتقد الخوارج والعياذ بالله. الخوارج هم الذين يخلدون الناس في النار بالكبائر، بكبائر الذنوب. ولكن معتقد أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد بذنب اقترفته يداه إلا إن استحله والعياذ بالله. فأسأل الله أن يغفر لها وأن يعفو عنها وأن يصلح فساد قلوبنا وقلبها، اللهم أمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن بيع كروت الشحن دينا، كارت الشحن الحقيقة من يوم ما طلع وهو بيثير العديد من المسائل. يعني أخ يقول لك الشحن على الطاير، يعني أنا بدفع للراجل 10.5 جنيه يسحق يشحن لي ب10 جنيه، بيعمل لي سلفني بيديني 3 جنيه رصيد وياخد 3.5 جنيه، هل ده ربا؟ اقول السؤال خطأ. ما تقولش بياخد بيديني 3 جنيه وياخد 3.5 جنيه، انا ما ادلكش فلوس، ما التليفون ما فتحتوش كده لقيته منزل لك فلوس، وانما هو اعتقد دقائق وهذه الدقائق لها قيمه. كارت الشحن ده بيمثل خدمه ما هوش فلوس. يعني هل ينفع انك تنزل بكارت الشحن كده تدي للراجل تقول له 3 كيلو طماطم لو سمحت وتدي له كارت شحن؟ طبعا لا يجوز، لأنه هو سلعة تباع كهذه السلع بأكمله.
زي الطماطم وزي الورق وزي الأقلام وزي كل سلعة تباع وتشترى، فهو سلعة من السلع. طب إذا كان البيع يجوز بالأجل في كل شيء مع هذا الأصناف الربوية، فلماذا نسأل عن حكم كروت الشحن خصيصا؟ هل ظننا أنها نقود؟ أبدا، لا تقوم مقام النقود، وإنما هي سلعة تباع وتشترى. يجوز أن تشترى نقدا حاضرا، ويجوز أن تشترى نقدا آجلا، يجوز أنك تشتريها حاضر ويجوز أن تشتريها بالأجل، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل إن له شريك في التجارة يعمل أكثر منه وله جهد يزيد عنه إلى آخره، يقول هل يجوز أنه يأخذ من الربح؟ أقول يجوز أن يأخذ من الربح شريطة أن يعلم شريكه، يعرف الشريك أن هو هياخد جزء من الأجر لقاء الجهد الزائد الذي يبذله، ويبين له هذا الأمر، يبقى له حصة في رأس المال وله حصة عن العمل الذي يقوم به، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة الحقيقة للأسئلة التي بقيت معنا من السؤال الماضي، ففي سؤال الأخت الكريمة تقول فيه: هل هناك صحة لما ورد أن شهر صفر تكثر به المصائب أو أن به أيام نحس؟ هكذا الأخت الكريمة بتسأل هذا السؤال. والحقيقة أن هذا السؤال اللي هو عن وجود مصائب تقع في شهر صفر أو وجود أيام نحس في شهر صفر، فكان هذا معتقد أهل الجاهلية في شركهم وكفرهم. ولذلك نجد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا صفر نفي ظن النحس وظن التشاؤم بشهر صفر، وشهر صفر يأتي كما نعلم بعد الشهر الحرام المحرم، يأتي بعد 3 أشهر متتابعة من الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيأتي شهر صفر. وسمي بهذا الاسم قيل لأن مكة تكون خلوا من أهلها، الناس اللي بتأتي للحج وتقوم بها وتملأها بترجع مرة أخرى وتصبح خالية. وقيل سمي شهر صفر بهذا الاسم لأن العرب كانت تغير فيه على بعضها البعض، فمن أغار عليه صار صفرا من المتاع، يعني لم يعد عنده شيء من المتاع، ما حلتوش حاجة، خلوه إيه صفر، يعني لا حيلة له ولا شيء عنده بعدما أغار عليه. فقيل أنهم اشتقوا اسم صفر من هذا الاسم. وأيا كان سبب التسمية، فإن العرب كانت تتشاءم بهذا الشهر في الجاهلية وفي شركهم، فكانوا لا يتزوجون في هذا الشهر ولا يبدأون عملا فيه، يعني خشية أنه يصبح هذا العمل غير مبارك، وكانوا يكرهون الصفر فيه إلى غير ذلك من معتقداتهم الفاسد. وكانت الجاهلية تعتقد أن يوم الأربعاء الأخير من يوم من شهر صفر هو أنحس يوم في العام، يعني زي ما الجماعة الأجانب كده يوم ما يجي الجمعة 13 يبقى يوم ومش فايت، يقول لك الجمعة 13 فيها إيه؟ يقول لك فيها ساعة نحس والعياذ بالله، يعني الحقيقة سوء ظن بالله سبحانه وسب للدهر. فدول أيضا في الجاهلية كانوا يقولون إن الأربعاء الأخير من شهر صفر كان نحسا وتحدث فيه أسوأ مصائب العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه المعتقدات البالية وينفي سوء الظن بالله عز وجل، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا عدوى ولا طيرة ليتشاؤم ولا هامة ولا صفر. المولى سبحانه هو الذي يسير الأمور بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وهذا من سوء الظن بالله أنك تظن أن هذا الشهر شهر نحس أو ما شابه ذلك، وإنما الأيام تكون بالطاعة لله كلها أيام حسنة، وبمعصيتنا لربنا سبحانه تكون أيام شؤم ووبال على العاصي والعياذ بالله. عفوا اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال والله يا فضيلة الشيخ أيمن. تفضل يا أخي الحبيب تفضل. فضلك الله. زوج بنتي إن شاء الله هيشتري شقة من أخ واخدها من المجلس المحلي ولسه عليها اقساط، فمشروعيتها ايه؟ وهل هو ممكن هيروح للمجلس المحلي ويكمل مع المجلس المحلي؟ هل يجوز؟ دي ما فيش فيها مشكله خالص، فيش اي ما فيش مشكله انه يروح المجلس المحلي وهم يحولوا العقد باسمه ويدفع الباقي، فيش فيها مشكله نهائي ان شاء الله. ماشي يا مولانا، جزاك الله ربنا يحفظك. ربنا يحفظك الله ويسر. ان يسخيك مما سقى منه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم امين. واياك واياك والسامعين الكرام يا اخي الحبيب، جزاكم الله خير. طيب بالنسبه لشهر صفر فلا صحه لهذا المعتقد، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بقدر الله سبحانه بالقدر كركن من أركان الإيمان يعلم أن المولى سبحانه خط المقادير قبل خلق الخلائق، فيؤمن أنه لا يصيبه من هذه الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا أمر قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن العلاقة بين الخاطب والمخطوب، حدود العلاقة قبل الخطبة وبعد الخطبة. حدود العلاقة قبل الخطبة كالعلاقة بعد الخطبة، لا توجد أي علاقة من أي نوع، والخطبة لا ترتب أثرا شرعيا إلا أثرا واحدا، ألا وهو حرمة أن يتقدم إنسان إلى هذه المخطوبة لطلب خطبتها، ولو أجيب الثاني إلى الخطبة وزوجوه فالزواج صحيح مع الإثم أن ارتكب محرم بخطبته على خطبة أخيه. لكن الخطبة المرأة قبلها أجنبية عن الرجل، وبعدها فالمرأة أجنبية عن الرجل. وأرجو أن ينتبه إلى ذلك، أن في ناس تساهلت في هذه الأمور إلى حد يعني يسبب من الكوارث ما لا تحمد عقباه. الخاطب هذا أجنبي عن المخطوبة، والمخطوبة أجنبية عنه، ده بالنسبة لمين؟ للمخطوبة. فما بالك بأمها؟ أم المخطوبة أجنبية، أيوة أجنبية، ولا تحرم عليه إلا بالعقد على ابنته. يبقى لا يجوز أن المرأة تتساهل وتقعد بهدوم البيت قدام خطيب بنتها، تصغر جزء من شعرها أمام خطيب بنتها، كل هذا لا يجوز. يدخل وتفضل وقعد، وتسيبه قاعد معاها وتخش تعمل الشاي، والبوتاجاز يهدى على آخر درجة عبال ما الشاي اتعمل، وتيجي على مهلها. ما ينفعش، لا يجوز أن يخلو بها، فهو أجنبي عنها. يبقى لا يجوز لا يخلو به، ولا أن تخلو به، ولا يخرجوا معا بمفردهما، ما ينفعش. إن دعت الضرورة في وجود الأب أو وجود أحد المحارم يبقى لضرورة، والضرورة تقدر بقدره. لكن إنها تخرج معاه وتقعد معاه، وأصبحت المشكلة اللي موجودة دلوقتي الآن إن الناس تتخوف من حكم الإسلاميين. المشكلة اللي في دماغ الناس إن أنا يعني سمعت إن واحد بيقول هذا الكلام بيناقش أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، يقول طب أنا مثلا بحب واحدة وقاعد معاها في مكان عام بنشرب ليمون مع بعض. طب السؤال ده بيتقال ليه؟ شوف كم مليون واحد بقى لو الراجل قال كلام ما يعجبهمش مش منتخبينه. لا يا أخي والله، اللي انتخب ينتخب، ما ينتخبش ما ينتخبش. أنت هتغضب ربنا سبحانه وتعالى ويضيع الدين إرضاء للناس. والله من أرضى الناس بسخط الله عز وجل أسخطه الله عز وجل، أسخطهم الله عز وجل عليه.
ومن أغضب الناس برضا الله عز وجل أرضاه المولى سبحانه وتعالى عليه وإن سخطوا وإن سخطوا، لأن هذه القلوب ليست ملكا لنا، هذه القلوب ملك لله عز وجل، وهو الذي يصرف هذه القلوب كيف يشاء. فنسأل الله أن يصرف قلوبنا لمرضاته ولطاعته، اللهم أمين. فبالتالي لا يجوز الإنسان يخرج مع المخطوبة ولا يعود يشربوا ليمون مع بعض في الكازينو، ولا يحطوا إيدهم في إيد بعض ويمشوا على الكورنيش إلى غير ذلك مما يحدث، ولا يأخذها في عربيته ويتفسحهم، ولا يروح يتفرجوا على حاجة بغير محرم، هذا كله غير جائز. والمولى سبحانه وتعالى استهدف بالتشريع يعني كليات خمس تحفظ بالتشريع، هذه الكليات أولها الدين، وثانيها النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. فلو نظرت إلى العرض يحمى ويحفظ بمثل هذه الأمور. المولى سبحانه يريد أن يصون أعراضنا، ونحن نريد أن ندنسها وأن نلوثها، فالحقيقة أمر عجيب. فينبغي على الأخت الكريمة السائلة وعلى الأخوات أن يعلمن هذا الأمر، فيش مجاملة في دين الله، مفيش مجاملة في شرع الله، من استقام على شرع الله فهو على الصواب، ومن حاد عن شرع الله فهو المخطئ، وليس الخطأ في شرع الله سبحانه وتعالى. وما تجيش تقول لي يعني إزاي ده حرية شخصية، ده كلام زي كده، والله حرية شخصية تحمل وزرها أمام الله عز وجل. احنا ما عندناش أمر حرية شخصية وما شابه ذلك، احنا عندنا عبودية لله سبحانه وتعالى، حريتنا في عبوديتنا لله سبحانه. كانت الحرية الشخصية أن أنا أخرج مع أي امرأة وأجلس معها في أي مكان وتفعل ما تشاء وأفعل ما أشاء، أقول هذه الحقيقة ليست حرية وإنما هي فوضى. الحرية ليست هكذا، وإنما الحرية هي فوضى، تكون فوضى في مثل هذه الأحوال. فينبغي أن يعلم هذا الأمر وأن يحذر منه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق، السؤال الأخ الكريم يقول ماتت عن بنت، عن بنت بنت، يعني أمها ماتت في حياتها وبقيت بنت البنت، وأخت شقيقة وأبناء أخ ذكورا وإناثا. بالنسبة لبنت البنت هي من ذوي الرحم وليس لها ميراث، لكن لها وصية واجبة، والوصية الواجبة لأنها لا تزيد عن الثلث، فبنت البنت هذه تأخذ ثلث التركة، هتأخذ ثلث التركة وصية واجبة، وأخت المتوفاة هتأخذ النصف فرضا، وأما باقي التركة فيكون لأبناء الأخ الذكور فقط دون الإناث. أبناء الأخ هم أقرب عصبة ذكور، محدش يقول لي بقى طب هما مش هيعصبوا إخواتهم ويورثوا معاهم، لا ما ينفعش، لأن المرأة تعصب بأخيها وترث على النصف منه، ده لا يكون إلا في أربعة نسوة فقط، في أربع نسوة فقط، اللي هي البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن سواء كان أخوها أو ابن عمها، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. فيما عدا هذه النسوة الأربعة فلا تعصب المرأة بأخيها ولا ترث على النصف منه، وإنما نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بنت البنت ليس لها إرث لكن لها وصية واجبة، وها هنا تكون الثلث باعتبار أنه أكبر مقدار تأخذه المرأة. وأسأل الله أن يوفق إخواننا في مجلس الشعب إن شاء الله للنظر في هذه القوانين، حتى لو أرادوا أن هم يعطوا الوصية الواجبة فتكون بقدر يسير، تبقى السدس مثلا، تبقاش الثلث، النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. السؤال فإن شاء الله اللي ياخد البنت الثلث وصية واجبة، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، وأبناء الأخ الذكور فقط هم اللي ياخدوا الباقي تعصيبا، ولا شيء لبنات الأخ الذكور والبنات الإناث، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني
يقول مات عن بنت وأبناء أخ شقيق ذكور وإناث وأبناء أخ الأب ذكور وإناث. البنت طبعا لها النصف فرضا. أبناء الأخ الشقيق، وده قريب من السؤال اللي سبقه، أبناء الأخ الشقيق الذكور فقط هم اللي هياخدوا باقي التركة تعصيبا. النصف اللي فاضل بعد نصيب البنت اللي هياخدوا أبناء الأخ الذكور فقط، إخواتهم البنات مش هياخدوا حاجة، والإخوة الذكور لأب لن يأخذوا شيئا لأنهم محجوبون بالإخوة بأبناء الأخ الشقيق. أبناء الأخ الأب محجوبون بأبناء الأخ الشقيق ويقدموا عليهم ويحجبوهم في الميراث، ولا شيء بالطبع لبنات الأخ الأب فلا يأخذن شيئا. يبقى لبنات الأخ الشقيق الذكور البنات هياخدوا شيء، إنما الذكور فقط هم اللي ياخدوا، أخواتهم مش هياخدوا شيء، لهم النصف ولبنت الميت النصف. وبقي معنا أيضا نفس السؤالين عن الخمر وعن نكاح المتعة، والحقيقة لأن الأمر بيحتاج إلى وقت، فنرجئ هذين السؤالين مرة أخرى إلى الحلقة القادمة بأمر الله سبحانه، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار. حتى يصبح الحلم حقيقة، أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب.